انا برحب بحضراتكم النهارده في الجناح الشرقي الدور العلوي بالمتحف المصري للتحرير. احنا النهارده عاملين الفعاليه دي لرساله واضحه ومحدده جدا ان المتحف المصري للتحرير لن يموت بانشاء المتحف المصري الكبير ومتحف القومي للحضاره المصريه ان شاء الله اللي هيفتتح باذن الله 2020. عشان نطمن الناس بالفعل وليس بالكلام جربنا في الجناح اللي احنا واقفين ده بس حصلت مبادره اعاده احياء المتحف عشان نرجع للالوان اللي كان موجود عليها يوم افتتاح 15 نوفمبر 1902 الارضيات. بدانا نطلع قطع اثار ما كانتش معروضه بالشكل الكافي زي الكنوز الجميله اللي موجوده عندنا هنا المجموعه الشهيره لمجموعه فيها وتويا كانت كلها محطوطه مكدسه ما كانش المرشد السياحي او السائح عنده وقت ان هو يشوفها. استثمرنا المساحة نتيجة نقل بعض آثار قطاع خرموف عشان نحط مكانها يويا وتويا. ده مجموعة واحدة 214 قطعة مالت تقريبا النص الدور العلوي اللي بيتزار. ولسه التجربة دي إن شاء الله هنكررها بإذن الله في أجنحة تانية بمجموعات آثار تانية. مش بس آثار معروضة ما كانتش واخدة حقها، لا هنجيب آثار مستردة نعرضها، اكتشافات حديثة نعرضها، آثار من المخازن نعرضها.